شوف ثم مبدأ، ثم جامعة تونسية لكرة القدم، شكون حسبك أنت اللي يلزم ويحرص أنه يكون ثم جمهور ويقوم بالإجراءات القانونية والإدارية كل باش يكون ثم جمهور؟ كان بات من الكاشف أنه رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ما كانش يحب على جمهور، وأحنا الفريق الوطني الوحيد اللي لعب بلا جمهور. هذية هذوما حقائق، لأنه الوزارة في بالها زعما مش قرار من الكاف. لا 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 جامي دلا في كل سامي سامي. كل بشوية بشوية مش عطيك شنو صار من الكاف. لا لا نحكي قرار من الكاف. لا لا خليني باش نقول لك فماشي يا أم فات اللي كل المباريات نتاع البارح في افريقيا تلعبوا بالجمهور ولا لا؟ الواه المباراه تاع تونس ما تلعبتش بالجمهور لانه وزاره الصحه ما تحصلوش على الترسيخ من وزاره الصحه. لي زوتوريزاسيون اللازمين عطاتهم متاخرين والجامعه بعثتهم وزاره الصحه وزير الشباب والرياضه من وقتاش اقروا انه يلعبوا بالجمهور المقابلات هذه؟ خلينا نجاوبك. المقابلات هذه ما يطلبوا ترخيص استثنائي، معناها كل ماتش باش تنظمه في بلادك لازمك ترخيص من وزاره الصحه لامور لا باس عليها. الترخيص هذا وصل لهم مخدر. سامحني وفي الاجتماع الفني تتورف سامحني باش نكلمك يا سيدي. جات مخر هذيا ولا ما جاتش بكل؟ شنو هو دور الجامعه التونسيه لكره القدم؟ اتون شنو هو دورها؟ دورها ما جاتش هما ساعة إلا سوليسيت، يعرفوا الدات، يعرفوا ثم مباراة سواء كانت المباراة هامة ولا مش هامة. شبيه هذية الديمارش هذية الواه ما قامتش بها لا برانسيبال كونسيرني اللي هي لا فيديراسيون تونيزيان دو فوتبول، وبعد ما نغطيوش عين الشمس بغربال. احنا نعرفوا أنه ثم إمارة كرة القدم التونسية ممثلة في الجامعة وفي رئيسها وعندها إعلامها وعندها أربيترواتها وعندها نواميسها وتحب الاستقلالية التامة متاعها، برغم أي سيدي نحي الوزارة، نحي وزارة الصحة، نحي الدولة كدولة. الجمهور شكون اللي عيط البارح؟ شكون اللي توجع البارح؟ توجع الجمهور. شنو ربح وجعجري كما يجيش الجمهور؟ امشي ياسر لو جيبوا الاستوديو هذايا. هي الحركه بين الجامعه والوزاره مش ضحيتها الجمهور. انت جيب رئيس الجامعه وحطه قدامنا توا نسالوه. توا نسالوه لانه نحب معناتها نذكرك في حاجه. الجامعه هذيا عندها بطولتها، عندها كأسها، الكأس متاعها لا يحضر فيها لا رئيس جمهورية لا حد شيء، ويتصدر فيها وديع الجري هو كرئيس جمهورية. والبارح كان هو في فكرته أنه هو وجماعته مش يتصدروا كالعادة وكأنهم دولة برئيس الجمهورية متاعها، يا أخي رست لهم هما في الجرادان وفكولهم تريبيون دونور. ثم أمور هذول الجمهور كان يخدم المنتخب يا سامي. اسأل رئيس الجامعة متاعك. لا نحكي بس رئيس الجامعة. خلاص أنيس، حضور الجمهور اللي صار قبل الماتش، أنت كنت ملاعبي، كان نجم يأثر على الملاعبية اللي الشوشة اللي صارت قبل ساعتين وثلاثة من الماتش؟ من الناحية؟ من الناحية الذهنية؟ ما عادي ولا لا؟ ما أنا نحكي شخصيا، معناتها نحكي على روحي مش نحكي على تو ولا اللي موجودين. أنا ما قلقش خاطر شنو حرب ما بين الجامعة والوزارة؟ ليش مش دخلنا فيها؟ خليني نوصل. خليك كامل. تو أنا ملاعبي نتاع كورة ولا جاي نلوج على المشاكل؟ أنا غدرة وماهمش يقولوا لي البرفورمانس نتاعي خايبة على خاطر قعدت أنا نفكر الجامعة لازم نلقى حل الوزارة ليه؟ أنا خويا ملاعبي محترف، عندي ماتش 90 دقيقة، كيفاش باش نبدا وكيفاش نوفيه؟ نسكر وثم طريقه تحضير ماتشوات زاد. ما نصورش ان الملاعبيه اللي موجودين في المنتخب في المستوى هذاك باش يخم في مشكله في الوزاره ولا الجامعه. هو انا في مخي، انا كان جيت البارح مخي هيك كيفاش نبدا مباراتي، مطالب بثلاث نقاط باش نمشي الماتش البراش، باقي كل ما يعنينيش. يا اخي ما لعبش قد 60,000، احنا ماتش الاوفرتور نتاع الكوب دافريك ما سخناش في التيرا، سخنا لوطه فكر الصاله الصغيره للواحد ونسمعوا في الجمهور ونسوكالم، معناتها كل واحد وطريقة شخصيات. انا نتصورش موضوع الوزاره ولا الجامعه ولا عدم حضور الجمهور ولا وجوده ولا مش وجوده باش يقلق. عندي اندي في موجود على ثلاث نقاط في مباراه بالنسبه لي انا لازم يتم تحضيرها مع الاطار الفني. الباقيات ما تقلقش، انا مراش روحي نقلق. دقيقه برك انيس، انت تحكي على لاعب
انت كلاعب قديم تحكي على اللاعبين هذوما، احنا نحكيو على حاجه موجوده. ايوه ما تقلقش من اللاعبين، ما راهوش موضوع نحكيو في الاخر بكل، في الاخر بكل. وزاره الشباب والرياضه حملت الجامعه التونسيه لكره القدم، قالت لها كان تصير حاجه للفريق الوطني انتم المسؤولين والجامعه التونسيه لكره القدم. حتى الوزاره مسؤوله زي. قال قال الوزاره مسؤوله، ويخرج معناتها اليوم ستاتيو نتاع حسين جنيح اللي هو المسؤول الاول على الفريق الوطني. امشيوا اقراوا ستاتيو نتاعو. والله ما نعرف شوف حسين جنيح واقراهولنا لانه مهم جدا جدا جدا. مثالش ما نجمش نقراه الكل، اما مهم برشا. اسلام انك تقرا على مستمعينا، تقرا لهم الستاتيو نتاع حسين جنيح اللي معناتها دخلنا في حرب شامله بيه. ومدمره لكره القدم التونسية. خلينا نتعدل نحكيو اكثر فنيا. لا انا عندي نقطه نحب نحكي فيها. احنا حكينا على الجامعه، حكينا انا يظل اللي زاد لخبط الامور الكل هو بلاغ تاع وزاره الشباب والرياضه. انت تعرف اللي وصل لنا بلاغ، وصل بلاغ من الكاف قال لك ماكش باش تلعب بالجمهور. علاش صحه الراس تخرج من بعده هو في بلاغ تقول براو يا جمهور راه حتى تدخل بلاش؟ علاش الحرب هذيا معنا ولات مع الجامعه؟ اذا كان خرج بلاغ من الكاف انتهى الموضوع. خرج بلاغ من الكاف انا الوزاره تلوش في حرب يعني لا 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 ادوار تاع بطوله وهميه بصراحه سامي. انا بالنسبه لي انا المسؤوليه كامله للجامعه. الوزير هذا سمح لي لا كلمه بركه باش نقولها، الوزير هذا معناها كما قال الاخر يضرب ويتجاوز وتراجع ورئيس الجامعه هذا اش بيه يتراجع ورئيس الجامعه هذايا. خلينا من رئيس الجامعه ما اللي هي رئيس الجامعه ما وكلاها اماره وديع الثان لكره القدم. بعد الفاصل تعديو الموضوع بعد الفاصل احنا تو الموضوع هذا ياخذ قرار وبعد يتراجع كيما روحك باش تراجع علاش تخدميه. خلينا نطيحوا التونسيون شويه خاطر كل واحد ورؤيه لازم نحترموا رؤيه خويا سامي ولا سي وجدي. اليوم احنا تعدينا كيفاش نشوفوا منتخبنا من بعد شنو اللي كريتيك وشنو هي الحاجات اللي نجموا نقدموا فيهم باش نعملوا ماتش باراج مهما يكون الادفيرسير وشكون الادفيرسير هذا اللي يهمنا. المشاكل هذه موجوده لا نجم نكرها انا لا حتى حد. البلاغات والتصريحات هي تاكد انه ثم اشكال للامان. اذا ثم ناس وكبار ونعرفوا مصلحه الكره التونسيه ومصلحتنا احنا كتونس خاطر ثم درابو ثمش اشخاص نجموا نقعدوا حوار به الطاوله به. صحيح ثم اشكاليه تقديمه كيما تنجم تكون، لكن التواصل والحوار ونقعدوا على الطاوله على بعض النقاط ثمش مشكله نقربوا لبعضنا ويكون ثم اونتونت ما بين الجامعه ويبول وزاره وتسهيل الخدمه اكثر مهما تكون الاشكاليات. الرا انه مصلحه كرة قدم التونسية مهم برشا. أنا نحكي لك حاجة اللي نحكيه فيه في الموضوع هذا اليوم، أنت ساعات بعض الناس والفنيين يطرحوا سؤالات علاش الملاعبين يلعبوا البر يجي يجيوش يعطيوك أحسن ما عندهم في المنتخب. عنده الحق. ملاعب يجيك القطيران محفر ياخذ فيه 50 ميل اورو ولا 60 ميل اورو في الشهر. مشكل شكون الملاعب المحفر؟ لحظة بركة سي وجدي باش نكمل بشكون نرجع لك باش نرجع لك. اليوم كي تجيب ملاعب انترناسيونال يلعب في سانت اتيان تيران زربية كاليتي تاع تيران ويجي بعد ليكيب ناسيونال في راتس محفر يجي يعمل انطور يقعد جمعتين تتفك بلاست ونجم يخسر كونترا. مسؤولية شكون البنية التحتية؟ اليوم الوزارة تتحرك من جهة والجامعة هي سياسة الدولة فوالا هذه علاش قلت لك احنا نقدموا في الاتجاه اللي نجم يعاوننا ما نلوجوش على الحاجات اللي تنجم توخر بينا ونقفوا غادي. ليه اليوم راهم الملاعبين تاعنا مطالبين يلعبوا في يونيفو مستحقين زاد الميادين محترمة نتاع لاعب كرة قدم مستوى عالي تكون الكاليتي زربية حتى على الايماج. انت تشوف الجزائر كومبلكس نتاعها تشوف كاليتي راهو المطلوب المغرب يعني. احنا اليوم الانكس نتاعنا سي وجدي كي تشوف الملاعبين يتدربوا راهو تشوفوا اصفر وكي تدخل وتحط ساقيك تغرق وتقول انت ملاعبش بيك ما تاكش احسن عنده. هذا نحكي شويه على المقابله، كمل نحكي على المقابله سي وجدي.